nasty or nice. مدرسة تقبل طالبا بينما يشاهد الطلبة علاء الدين. مدرسة متزوجة تقبل طالبا عمره 17 عاما بينما كان زملائه يشاهدون علاء الدين. لقد قامت المدرسة بطردها بعد أن قامت بتشغيل فيلم علاء الدين للطلبة بينما فتحت الباب لطالب آخر عمره 17 عاما بغية اكتشاف عوالم جديدة. كان اسمها جيسيكا ريفيرا أو السيدة ريفيرا في ذلك الوقت، وقد وجدت البالغة 30 عاما على ما يبدو ملاذا آمنا مع الطالب، حيث أن علاقتها مع زوجها كانت على المحك. التقى الاثنان أثناء التحضير لمسرحية في المدرسة، وسرعان ما بدأت ريفيرا بمراسلة الفتى قائلة أنها تريد أن تقبله بشدة. في نهاية المدرسة جلبت الكيك إلى الصف وشغلت الفيلم لتشتيت انتباه الطلاب بينما كانت تقبل الولد في آخر الغرفة. وتقول الشرطة أنها لن تسجل أي تهم بحق ريفيرا حيث أن الفعل الجنسي لم يتم بين الاثنان، لكن بعثة فلوريدا للتربية والتعليم سحبت منها شهادتها الشهر الماضي.